وهنا في ختام ما أذكره تنبيه، هناك ألفاظ وألقاب مطاطية إن صح التعبير، ممططة، من شاء أن يأتي بها حسب ما يريد أتى بها. الآن كل من يبين معتقد أهل السنة والجماعة فيما للولاة من حقوق في هذا الزمن يقولون من غلاة الطاعة أو من علماء السلاطين. سبحان الله، من غلاة الطاعة أو من علماء السلاطين. وقد يقول هذا من ليس من الخوارج، وإنما هو يتلقف ما يقال في وسائل التواصل أو ما يسمعه في المجالس، مجرد أوصاف اتلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. لما تصف هذا الكلام الذي يقال من أنه غلو، وصفت ما قاله الله جل وعلا في كتابه وقاله النبي صلى الله عليه وسلم بأنه غلو، وهذا لو اعتقده الإنسان كفر، نسأل الله السلامة والعافية. أيضا وصفت أناسا من أنهم علماء السلطان افتراء، وهذا أعظم من الغيبة. ولذلك في صحيح مسلم: لأنك قلت فيهم ما ليس فيهم، قال: يا رسول الله، إن كان في أخي ما أقول، قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. والبهتان أعظم وأشد، فهي ألفاظ لا تمرر. ولذلك سبحان الله، الإمام أحمد رحمه الله بيّن معتقد أهل السنة والجماعة في الولاة، أهو من علماء السلاطين؟ والسلاطين هم الذين سجنوه وضربوه وطافوا به؟ أين العقول؟ ابن تيمية رحمه الله بيّن معتقد أهل السنة والجماعة في الولاة، أهو من علماء السلاطين وقد سجن ومنعت منه الأقلام والقراطيس لكتابة العلم؟ الإمام الطحاوي من علماء السلاطين لما تحدث عن معتقد أهل السنة والجماعة. الألباني رحمه الله بيّن معتقد أهل السنة والجماعة في الولاة، أهو من علماء السلاطين وقد سجن ما يقرب من 9 أشهر؟ كيف يكون هذا؟ الشيخ ابن باز رحمة الله عليه من علماء السلاطين، ابن عثيمين من علماء السلاطين، إلا إن كان هؤلاء ليس لهم قدر عند هؤلاء فهذا أمر آخر، ولكن يتنبه لا تلقي بالألقاب والألفاظ جزافا هكذا فتحاسب أمام الله. انتبه، ولا تكن لسانا لغيرك، لا تكن لسانا لغيرك. يعني إن كان ما يقوله هذا الرجل فيما ذكر من المعتقد في حقوق الولاة إن كان باطلا رد عليه، رد على كلامه، لا ترد على شخصه. يعني لما تعجز، هذا هو حال الضعفاء وحال من به نقص وضعف وجهل، لا يأتي إلى ما يقوله الشخص ويرد عليه بالأدلة الشرعية، وإنما يأتي إلى شخصه حتى ينفر الناس منه. ولذلك إذا أرادوا أن ينفروا من شخص قالوا: هذا من غلاة الطاعة، هذا من علماء السلاطين. طيب يا أخي، عندك أدلة وبراهين، قل: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. استعن بمن تشاء ممن تتلقى عنهم، استعن بهم في الرد على كلامه، لا ترد على شخصه، حتى لا نلقي بهذه الألفاظ جزافة. حتى إن بعضهم، يعني وللأسف، يعني في وسائل التواصل في تويتر وفي غيره، يعني بعضهم جلس ينبز ويستهزئ ويعقب بتعقيب فيه هزو وفيه تنقص للإمام البربهاري. البربهاري يمكن أول مرة تسمعون عنه، أنا أقول يمكن هذه الأحداث التي تجري ربما أن فيها خيرا لهؤلاء الموتى الذين لا تعرف أسماؤهم فذكرت أسماؤهم. أتدرون أن هذا الرجل، طبعا هو رحمه الله أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري، المتوفى سنة 329، يعني بيننا وبينه من الزمن له كتاب شرح بالسنة وشرحه مشايخنا، وهو إمام. وفي التراجم اقرأوا ما ذكر العلماء من الثناء على هذا الإمام، كم بينه وبينه؟ أكثر من 100,000 سنة، ومع ذلك ينبز به. لما؟ لأنه قال ما قال في هذا المعتقد. فانتبهوا، يعني لا تسير. أنا أقول أي شخص، والأسف هذا الذي تحدث عن البربهاري ينسب إلى العلم، ينسب إلى العلم، وأنا أقول إما إن هذا من الجهل لجهله بهذا الإمام، وإما لهوى في نفسه. فأقول حتى تبرأ ذمتك أمام رب العالمين، حتى لا ينفر الناس عن معتقد أهل السنة والجماعة، يقال من غلاة الطاعة، من علماء السلاطين، قل: هاتوا برهانكم، الحجج أمامك، وإلا فما يقوله أي شخص إذا لم يستند على الكتاب والسنة وكلام الأئمة في ذلك فإنه مردود عليه. بإمكاني أني أصف كل واحد منكم الآن أمامي بوصف، سهل أن أصف، سهل أن يصف كل منكم المتحدث الذي هو أنا بأي وصف، بإمكان الإنسان أن يصف.
لكن أين الحجة؟ أين البرهان؟